اسال الاستاذ الشريف عبد المجيد الكاتب والقاص، حضرتك يعني ولدت في القاهره ولكن ارث وثقافه النوبه مزروعه جواك ومزروعه في كتير من اهالي النوبه اللي هم ما عاشوش في النوبه، لم يولدوا في النوبه، كيف تم ذلك يعني؟ هي فكرة المصريين عموما بيتميزوا بفكرة الخصوصية والحفاظ على الهوية، فبالتأكيد من حاجات الأمهات والجدات اللي أنت بتتخيل الشكل المجتمع بتاعك وبتتشرب العادات والتقاليد، فهو النوبي زي أي حد مصري متمسك بأرضه ومكانه في سيوة في سيناء بالذات المناطق الحدودية، بيبقى عنده الأساطير الشعبية الحواديت، فده بيخلق عندك عالم يمكن اجمل حتى من عالم النوبه الحقيقي يعني. انا ما حضرتش النوبه القديمه، انا اتولدت بعد ما غرقت في السد العالي، بس من كتر الحكايات ديت بتغذي جواك طاقه والامثال الشعبيه وطريقه التفكير فده بيولد جواك حفاظ على الخصوصيه والهويه والشخصيه النوبيه بعد كده. وبتستلهم ده في اعمالك انت مش يعني انا يعني برضو عشان القاهره واتولدت في منطقه الخليفه وشارع والسيده زينب، فعندي طول الوقت المكانين دول الحي الشعبي والنوبه دايما موجودين في قصصي. طب يعني ده كويس جدا يعني الناس اللي اتولدوا في مكان مثلا ما بيقدرش انه يعني يتكلم عن اماكن اخرى بالضبط. حتى لو كانت جذوره منها صحيح. بسهوله وبسلاسه يعني صحيح. بس انت واضح انه يعني ايه الثقافتين يعني مستمرين معاك ويمكن انا بتذكر برضو يعني احدى المواطنات اللي هي حافظه اغاني قديمه يعني اغاني حصاد الموسم البلح اعتقد واغاني يعني الاعراس والاعراس والحاجات اللي زي دي. انا فاكر دلوقتي كنا عملنا حوارات مع يعني احد الرجال وسيده نوبيه، فكانوا يعني بيعتزوا بحفاظهم على هذه الاهازيج هذه التراث الشفهي ده على فكره مهم جدا يعني، ده بيتوارث بشكل بيبقى بيأثر في اللاوعي، فعشان كده تأثيره اكبر لان هو في الزيارات في شكل انواع الاكل اللي انت بتشوفها غير يعني غير الاكل الموجود مثلا في الحي الشعبي، انت بتلاقي اهلك مثلا في مناسبات معينه بيعملوا اكل بشكل معين، فبتسال طب ده اسمه ايه، طب ده عشان ايه، طب ايه الابريق ده مثلا بيتاكل امتى، فده بيولد جواك خصوصيه معينه غير بقى انت لما بتروح المكان بعد كده بتكتشف فعلا ان في هويه معماريه مثلا مختلفه يعني زي ما المعماري العظيم حسن فتحي طبعا واستلهم كتاب عمارات الفقراء اللي خد عليه جواز من العالم كله صحيح. من المزج بين العماره الاسلاميه وبين العماره النوبيه لانه كان عنده فكره انه يعمل قبو بدون الخرسانه المسلحه، فلما عملوا بالنسب النظريه الهندسيه وقع اول مره، فاخوه كان شغال مهندس في السد العالي اخوه الكبير، فقال له على فكره الناس النوبيين هنا بيبنوا وما بتقعش وطبعا مش دارسين، فقال له مش معقول ده انا جربتها كذا مره وتفشل، فراح للبنا النوبي واصدقائه مجموعه وبنوا الطريقه ديت، فهو استلهم النسب بقى بشكل علمي واستخدمها بعد كده في قريه القرنه في الاقصر وبعد كده في المكسيك وخد عليها جائزه عالميه في العماره وبقت طريقه في العماره معروفه يعني صحيح اللي هي العماره البيئيه يعني صحيح.